طيب من الواد الجديد هنتكلم عنها هدير محمود سيد اللي حصلت على المركز الثالث في مسابقه مستوى الجمهوريه في الافلام او على مستوى الجمهوريه في افلام الافلام القصيره عن فيلم بعنوان حتى يلين الحديد في مهرجان ابداع لمراكز الشباب والرياضه في الموسم الرابع. تفاصيل اكتر عن هدير في سياق التقرير التالي مع زميلنا محمد حسين مراسل اكسترا نيوز من الواد الجديد. أنا من أحد المشاركين في مهرجان إبداع لمراكز الشباب الموسم الرابع تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كنا خلال المشاركة تم التصفية طبعا على مستوى محافظة الوادي الجديد، كمان تم التصفية على مستوى الجمهورية وحصلت على المركز الثالث على مستوى الجمهورية. أنا فيلمي كان من ضمن أكتر من 50 فيلم كان مشارك في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، والحمد لله يعني ربنا كرمني وحصلت على المركز الثالث. تالين الحديد كان بيناقش قضية مهمة جدا جدا موجودة في مصر لحد النهاردة، مش بس في محافظة الوادي الجديد، لا موجودة في مصر كلها، وهي مشكلة النوع الاجتماعي أو الجندر. من أكتر القضايا اللي بيهتم بيها جدا المجتمع إزاي هي قدرت تعالجها، إن هي بتمتهن مهنة من المهن الصعبة والشقة جدا اللي بيمتهنها الرجال، فبالتالي هي كانت بتحاول إن هي تواجه المجتمع بمنتهى السعادة ومنتهى الأريحية، إن هو يكون عندها القابلية وقابلية المجتمع وتقبلها ان هي تكون موجودة وسط الرجال وتمتهن المهنة دي كأي شخص عادي بيمتهن مهنة صعبة او شق. بحلم ان انا يكون عندي فيلم روائي طويل او ان انا احلم بالاحتراف في الشغل الخاص بالافلام القصيرة، خاصة انا من محافظة من المحافظات البعيدة تماما عن العاصمة، فبالتالي يمكن اكتر الحاجات اللي هي بتخليني اتحفز اكتر، لان احنا عندنا مادة خصبة جدا جدا ان احنا نقدر نطلع منها افلام وثائقية هادفة ذو يعني قدر كبير جدا من الابداع.